سيطر الأهلي وأهدر، تدخل باتريس كارترون، تألق طارق حامد، دخل كهربا وما دخلش وليد سليمان، فكانت النتيجة فوز الزمالك بكأس السوبر. اهلا بيكم في حلقه جديده من سبوره في الجول، واللي هنتكلم فيها عن مباراه القمه. طبعا ماتش القمه يتقسم لكذا مرحله. المرحله الاولى اللي كان مسيطر فيها الاهلي على المباراه. ازاي سيطر الاهلي على المباراه؟ باكتر من حاجه في الحقيقه. ريني فايلر واحده من اهم مميزاته كمدير فني انه قارئ جيد للخصم، وبالتالي هو قدر في بدايه اللقاء انه يختار التشكيل اللي ممكن يعرقل الزمالك شويه. حط ياسر ابراهيم في قلب الدفاع علشان واحده من اهم اسلحه الزمالك هي مصطفى محمد، وقدره مصطفى محمد على الفوز بالالتحامات الهوائيه زي ما عمل في مباراه الترجي، وقدر ينزل اكتر من كوره كان منهم بالمناسبه الهدف الاول للزمالك في الترجي. فدي كانت النقطه الاولى. النقطه الثانيه كانت استخدام جونيور اجاي كمهاجم في خط المقدمه. مع جونيور اجاي كان بيحاول الاهلي في بدايه الشوط الاول انه يستحوذ على المنطقه دي، المنطقه اللي ما بين طارق حامد وفرجاني ساسي وقلب الدفاع. جونيور اجاي في الامام، جيرالدو في الناحيه اليسرى، وحسين الشحات في الناحيه اليمنى. الفكره بقى كانت ان المطلوب ان جيرالدو يدخل للقلب فيضطر يشد مع حازم امام، وبالتالي تفضى المساحه دي لعلي معلول. فعلي معلول لما يزيد بالمنظر ده يبتدي الاهلي يقدر يحط ضغط على الزمالك. كل ما الزمالك يبتدي يحاول يقطع الكوره ويهاجم يلاقي عدد كويس جدا من لعيبه الاهلي، طبعا بالذات كمان مع وجود اليو ديانج اللي كان بيقدم مباراه كبيره جدا. النقطه الثانيه المهمه ان الاهلي لعب دفاع عالي جدا، لعب دفاع متقدم تقريبا في المناطق دي في وسط الملعب، وبالتالي قدر ان هو يضيق المساحات على زيزو، قدر يضيق المساحات على اشرف بن شرقي. اول ما اشرف بن شرقي بيستلم الكوره بيلاقي اتنين في وشه، منهم قلب الدفاع او لاعب الارتكاز. زيزو بيستلم الكوره بيلاقي ياسر ابراهيم هو اللي بيقابله في ارض الملعب، ياسر ابراهيم هو اللي يقابل زيزو ويكون واحد من لاعبي الارتكاز موجود في الوقت اللي علي معلول يحاول يرجع فيه. فبتتكلم على ان الراجل قدر يقرا الزمالك كويس، قدر يحط خطة تضايق الفريق اللي قدامه بشكل منظم. طيب في بقى نقطة تانية كانت مهمة جدا، ودي الحاجة اللي درسها باتريس كارترون من مباراة الأهلي والزمالك اللي فاتت اللي كسبها الأهلي. جونيور أجاي في المباراة دي كان كل ما بينزل وسط الملعب بيعمل حالة ارتباك لصفوف الزمالك. الونش كان بيخاف يتقدم معاه علشان ما يفضيش مساحة لأي حد جاي من ورا، وفي نفس الوقت كان بيسيبه فكان بيستلم الكورة وبيعمل خطورة على الزمالك. اللي حصل بقى في الماتش ده إن جونيور أجاي كل ما كان بينزل يحاول يستلم الكورة كان الونش بيطير وراه، وبالتالي قتل الخطورة دي. لكن فضل الأهلي عنده أسلحة تانية كتير، واحدة منهم ضغط جونيور اجاي نفسه على دفاع الزمالك زي الكوره اللي غلط فيها محمد عبد الشافي. النقطه الثانيه كانت وجود جيرالدو زي ما قلنا في الناحيه اليمنى. جيرالدو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل حاجه جامده جدا، كان بينزل هو وجونيور اجاي يتصرفوا زي كانهم اتنين مهاجمين، وبعد كده يقوم نازل في المنطقه دي، فبيبقى صعب على المدافع يسيبه لانه عارف ان جونيور اجاي موجود، وعارف ان علي معلول طاير، وعارف ان مجدي قفشه مستني. في نفس الوقت ده كان باين قوي ان الزمالك مركز زي ماتش الترجي على الزون ديفنس، مش مركز على لعيبه معينه من الاهلي، وبالتالي اللي نفع الاهلي في المباراه دي بشكل كبير جدا كان حريه مجدي قفشه. مجدي قفشه في الشوط الاول كان واخد حريه كبيره في التحرك بين الخطوط، وفي نفس الوقت طارق حامد وفرجاني ساسي ما كانوش مركزين معاه وما كانوش بيراقبوه رقابه فرديه، كان كل واحد فيهم مهتم بالمنطقه بتاعته بالزون بتاعه، لكن مجدي قفشه عشان كده بقى بينزل في وسط الملعب ويدور اللعب للاهلي، فاصبح الاهلي ما بيفقدش الكوره، اصبح الاهلي سريع، فاصبح بعد كده التحرك بتاع جيرالدو داخل منطقه الجزاء تحرك خطير جدا. لكن يعيب الخطه او التشكيل اللي اختاره ريني فايلر انه في النهايه جيرالدو يقدر يعمل الدور ده، يقدر يدخل منطقه الجزاء، عنده السرعه، بيوصل قبل المدافعين، لكن في نفس الوقت الكرات العرضيه مش هيسجل منها حاجه، مجدي قفشه في الكرات العرضيه مش هيسجل منها حاجه، حسين الشحات في الكرات العرضيه مش هيسجل منها حاجه. الاهلي مش بيلعب على عرضيات، لكن دي كانت نقطه من النقاط اللي افتقدها الاهلي وسلاح من الاسلحه الهجوميه اللي افتقدها الفريق. فاحنا بنتكلم عن شوط اول كان نموذجي لفريق الاهلي. اليو ديانج بيتالق فيه في قطع الكرات، مجدي قفشه بيتالق فيه في صناعه اللعب مع عمرو السوليه، وفي نفس الوقت حسين الشحات متواجد مالي مكانه في ناحيه اليمين ومدي حريه للناحيه الثانيه بقى جيرالدو اللي يدخل العمق يبتدي يعمل حاله الارتباك اللي شفناها في دفاع الزمالك. عمل ايه طيب باتريس كارترون، وازاي اصلا كان محضر نفسه لمواجهه الاهلي؟ واحده من المميزات اللي كان محضر لها باتريس كارترون في الحقيقه ان في الوقت اللي الاهلي دفاعه متراجع فيه كان اللعبه اللي كان بيعملها جونيور اجاي ان مصطفى محمد ياخد خطوتين لورا. لما مصطفى محمد كان بياخد خطوتين لورا
كان رامي ربيعه ابطا منه بكتير، وبالتالي على ما بيوصل له مصطفى محمد بيبقى ابتدى السبرنت، وبالتالي بيبتدي يحط صعوبات كبيره جدا على رامي ربيعه. من اللعبه دي حصل الزمالك الاول على الكوره اللي كانت من ناحيه محمد هاني، ثانيا الكوره اللي كانت من عند رامي ربيعه، وسدد منها الزمالك على مرمى الاهلي. ده يمكن الحاجه الوحيده اللي عملها باتريس كارترون بشكل جيد في الشوط الاول. عمل ايه بقى باتريس كارترون في الشوط الثاني علشان خاطر يقدر يعالج الموقف ويعالج الوان سايد جيم اللي الاهلي كان عامله عليه والفرص الكتيره اللي كانت بتضيع؟ عمل نقطة مهمة جدا، قال لطارق حامد أو فرجاني ساسي أنتوا مع مجدي قفشة في أي مكان في الملعب، وبالتالي مجدي قفشة لما كان بينزل علشان يدور اللعب مع عمرو السولية كان طارق حامد أو فرجاني ساسي بيطير وراه، وبالتالي قتل عند الأهلي جزء كبير جدا من تدوير الكورة وتدوير اللعب، وبالتالي ابتدى جيرالدو يضطر يسيب مكانه في عمق الهجوم وينزل على الجناح عشان الأهلي يلاقي منفذ يهاجم منه من على الجناحين، فابتدى جيرالدو يعمل مشاوير كبيرة رايح جاي على الخط، لكن المشاوير دي أرهقته، ما كانتش فعالة، ما ادتش الأهلي الفرص الكتيرة اللي كان بيدور عليها في الشوط الأول. النقطة الثانية كانت إن من وقت للتاني برضه مجدي قفشة مع طارق حامد فرجاني ساسي ابتدى يزيد شوية في الهجوم مع تأخر مصطفى محمد زي ما اتكلمنا، النقطة اللي عملت بعض التوازن شوية للزمالك واللي خلت الزمالك يلاقي مخرج من الضغط اللي كان حاطه عليه الأهلي في الشوط الأول، وبالتالي ابتدت الأمور تتوازن. وهنا نسيب بقى السبورة ونتكلم على الحاجات التانية اللي أثرت في نتيجة المباراة، وطبعا بتكلم على دخول كهربا. كهربا بالتصرف الطفولي اللي عمله في أول دقيقة ليه كان ممكن يعرض فرقته لبطاقة حمراء تخليه يخسر السوبر، وهو فعليا واحد من أسباب خسارة الأهلي للسوبر، لأنه بمنتهى البساطة مش بس خرج نفسه من الماتش فنيا، هو كمان خلى حازم إمام، خلى طارق حامد بدل ما كانوا بيدوا 7/10 في الملعب أو 8/10 يوصلوا ل 9 و9.5/10 علشان خاطر يثبتوا له إنك مش هتكسب الماتش بتاع النهاردة، وفي نفس الوقت هو كمان ضيع على الأهلي مكان في منافسي ركلات الترجيح، وبالتالي خسر فرقته كل حاجة. وركلات الترجيح دي تنقلنا للتغيير الثالث اللي عمله رينيه فايلر من نزول أليو بادري. يمكن فايلر هو ريسك تيكر، هو مدرب بيحب ياخد الريسك، والريسك اللي اخده في من اول مجيء الاهلي ومن اول مباراه ليه ومن اول مباراته مع الزمالك دي كان بالفعل بيؤتي ثماره بشكل جيد، وكان الراجل قادر ان هو يخلي فرقته توصل لمرمى الزمالك مره واثنين وثلاثه، لكن في نفس الوقت هو كان قراره مفتقد لحته واحده بس من المنطق، ماذا لو وصلنا لركلات الترجيح؟ بالتأكيد وجود بادجي على ضربة الخمسة كان حاجة صعبة جدا، لأنك بتتكلم عن لاعب لسه بيبني علاقته مع الجمهور، لسه بيبني ثقته مع الجمهور، وبالتالي هو داخل ينفذ ضربة الجزاء أكيد جه في دماغه سؤال لو ضيعتها هيبقى منظري إيه قدام الجماهير دي كلها. بالتأكيد أليو بادجي لو ما كانش هو اللي بينفذ، وليد سليمان هو اللي كان بينفذ ركلة الترجيح، ربما لاختلف الوضع في المباراة ولا ربما اختلفت النتيجة. لكن النقطة دي مش هتمنع ان باتريس كارترون تألق، ان طارق حامد تألق، ان مصطفى محمد تألق، ان محمود علاء تألق، وان الفريق وحازم امام في نهاية المباراة تألق، وطبعا ابو جبل كان نجم المباراة وبالتالي استحق الزمالك التتويج بكأس السوبر.